فوجئوا الناس ان العريس صوته عالي مع العروسة وواخدها مجرجرها من شعرها على السلم. تم القبض على الاب وتم القبض على البنت واخدين 4 ايام. ودي نتيجة قلة الاحترام ان انتوا دخلتوا في قلة ادب. ان عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا. ستودي بك الى اوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة معنية بعالم الجريمة. الهدف منها إن احنا بنقول إن الجريمة لا تفيد، ولعلنا نتعلم ان مهما كان ذكاء الجاني فلن يكون اكثر ذكاء من وزارة كاملة احنا نعرف انها وزارة للانضباط، وزارة الداخلية. تعالوا نشوف الجريمة دي اللي اغرب من الخيال. بنت عندها 20 سنة، على قدر كبير جدا من الجمال، من عيلة متيسرة الحال، اتعرفت على شاب ايضا من عائلة كبيرة ومتيسرة للغاية. شيء طبيعي، هي صغيرة وهو شاب عنده 25 سنة، نشأت بينهم قصة حب. شيء طبيعي لما يكون حب عفيف طاهر يثمر الى علاقة شرعية فتم الترحيب بيها. فالشاب دخل البيت من بابه وتقدم لأسرة الفتاة عارضا طلب الزواج والارتباط بها. شيء طبيعي لما عرفوه من بيت مين ومن اهل مين. المشكلة ان البنت اهلها ما بيجوزوش بناتها الا من نفس العيلة، والشاب برضو التقاليد والعادات، انت تسيب بنت عمك ليه او بنت خالك ليه؟ ما محجوزه لك من اما كنتوا صغيرين. فالبنت لقت مشكلة مع اهلها لانه ما بيجوزوش بناتها الا للعائلة نفسها، والشاب بنت عمه في انتظاره او بنت خاله، لكن الشاب اصر على العلاقة مع هذه الفتاة. وتحت ضغط البنت وضغط الشاب، وده الشيء الغريب جدا وهنعرف ليه دلوقتي، تم الارتباط. وبالفعل تمت الخطوبة وارتدوا الدبل والشبكة وكتب الكتاب وتم الزفاف. الزفاف كان في أفخم الفنادق وحفلة كبيرة، وكان فيه نجوم من الفن موجودين، وتم الزفاف وانتقلت العروس مع العريس إلى شقة الزوجية، مع وصول أهل البنت وأهل الشاب إلى مكان الشقة في وداع للعريس والعروسة وألف مبروك وتصبحوا على خير. العريس خد عروسته وطلع بيها على شقته، وساعتين بالظبط، ساعتين زمن، فوجئوا الناس إن العريس صوته عالي مع العروسة وواخدها مجرجرها من شعرها على السلم ومركبها العربية وتوجه بها إلى بيت أسرتها. طبعا دي مش محتاجة ذكاء. بعد ساعتين من الزفاف لما العريس يجيب شعر عروسته وينزل بها على السلم مجرجرها ويركبها العربية ويطلع عند بيت أهلها، يبقى فيه ايه؟ مش محتاجة ذكاء ان هو لم يجد لها غشاء بقرة، لم تكن بكرا. طب يا بنت الحلال، انت كنت ليه مصممة على الجواز منه؟ كنت ليه بتوافق على الجواز من اساسه؟ المهم لما راح بالبنت الى اهلها، طبعا ابوها وامها واخواتها، انت مجنون، انت عارف دي بنت مين واهلها مين وابوها مين وامها مين واخواتها مين؟ ازاي ترمي البلع على بنتنا؟ والبنت اصيبت بحالة انهيار شديد. في الوقت ده هيحصل اشتباك بين العريس وبين ابوها وبين اخواتها. فالعريس اتصل باهله الحجوني، البنت طلعت مش كويسة والبنت مش بكر، وانا عند بيت ابوها دلوقتي والحقوني. جو اهله، ابتدى العائلات هيقعوا ببعض، عيلة البنت وعيلة الولد. تدخل ناس من العقلاء من عائلات اخرى، يا جماعة الكلام ده يروح فيه روس وغلط، الكلام ده عار، احنا ناخد البنت. ناس محايدة، البنت مع امها وابوها يروحوا المستشفى يكشف على البنت ويجيبوا تقرير. الاب قال لك لا انا ما اروحش، انا واثق في بنتي. طب يا عم ما تروح. قال لك لا، لو رحت عشان اكشف على بنتي يبقى كده انا بأقر ان بنتي غلط.
ما رضيش يروح، فالام قالت لا هي واخواتها هنروح معاه. وبالفعل العريس خد ابوه وامه، والعروسه خدت امها واخواتها وطلعوا مع ناس محايدين عائله اخرى وطلعوا على المستشفى. كشفوا على البنت، الدكتوره طلعت قالت لا البنت مش عذراء وانها معتاده، معتاده على ممارسه الجنس. طبعا العريس هنا واهله راحوا رامين الطلاق على البنت في المستشفى، وقالوا احنا ملزمين، الناس الوسطاء بقى العاقلين ملزمين نجيب لك كل حاجتك من ذهب وهدايا وخلافه، وكل مصرفته حتى ايجار الفرح والكوافير والقاعه كله هنجيبه لك من ابو العروسه لغايه البيت، وما تتدخلش انت واهلك كده، الحق اطلع لك وانت انسان محترم انت واهلك، بعد اذنكم امشوا انتوا ارجعوا علشان احنا هنروح مع البنت نعرف مين اللي ضحك عليها وكانت بتمارس مع مين، ونجيب لكم الذهب ونجيب لكم كل اللي انتوا صرفتوها على الجوازه دي. طبعا الام زي ما يكون يعني على راسها الطيب، واخواتها مش قادرين يتكلموا مستنين يروحوا البيت علشان يعرفوا منها كل حاجه. في الطريق اخوها ضربها في العربيه، مين اللي عمل كده؟ وكانت الطامه الكبرى ان البنت حكت ان من سنتين وهي عندها 18 سنه كانت لابسه قميص نوم شفاف، وابوها دخل عليها الاوضه متاخر فلقاها باللبس ده، وكانت نفسيتها تعبانه وبتبكي وبتشعر بالوحده، فارتمت في حضن ابيها، ففوجئت ان ابيها راح مجرتها من قميص النوم ومارس معاها وفض غشاء بكرتها، وان اباها في كل مره كانت والدتها ما تكونش موجوده او بيختلس بعض الاوقات اللي امها تبقى نايمه فيه كان بيدخل الاوضه وبيعاشرني معاشره الازواج. طبعا الزوجه الام ما صدقتش، اطلع بسرعه زدوا السرعه اوصل على البيت. وصلوا على البيت بيبص على الراجل لو خايف واخد شنطه هدومه، والراجل هرب من البيت اللي هو ابوه. الام من غصه راحت متصله بالنجده وراحت مقدمه بلاغ ان جوزها اللي هو ابو البنت انه غرر ببنته ولم تكن قد اكملت 18 عاما وهتك عرضها في زنا المحارم. الشرطة من خلال المتابعات واخر المشاهدات قدرت تتوصل الى مكان اختبائه والقبض عليه، واعترف اعترافات تفصيلية ان هو اعتاد الممارسة مع بنته نتيجة ان بنته كانت بتلبس شورت قدامه وبتلبس ملابس شفافة، وان جه في لحظة كان في غير اتزان وكان في عنده حالة من الاثارة، لقى بنته بتبكي فحضنها ما حسش بنفسه، وان بنته لم تكن تقاومه في ذلك الوقت، كان في حالة من الانبهار بالعلاقة الجنسية ولم تكن تدافع عن نفسها. تم القبض على الاب وتم القبض على البنت واخدين 4 ايام. واحد يقول لك مصر، لا القضية دي مش في مصر، القضية دي بالتحديد في لبنان، اكثر تحديدا في العاصمة بيروت. الاب 45 سنة البنت كملت 20 سنة كان بيمارس معها قبل ما تكمل 18 سنة. عشان نعرف ان الجرائم متشابهة في كل بلدان العالم، محدش يقول مصر او في اي، لا هي القضايا في كل الدول العربية بتبقى احيانا متشابهة، الحاجات دي بتبقى نادرة لكن موجودة ولازم نواجهها. عشان كده البنت المفروض بننصح اي بنت، ابوكي واخوكي صحيح اقرب الناس ليك، لكن الحشمة مطلوبة، انت في البيت مع جوزك اعملي انت عايز تعمليه، لكن قدام ابوكي لازم يكون في احترام، وقدام اخوك لازم يكون في احترام، وادي نتيجه قله الاحترام ان انتوا دخلتوا في قله ادب. لكن انا اقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.